دي. أيوه. انا بس عايز اعرف حضراتكم ليه واقفين الوقفه دي؟ والله انا واقف عشان انا شقتي انا شاري من 9/2012 ما الروف والخامس ما اتبنوش، فانا واقف عشان شقتي ما اتبنتش من 2012، المفروض استلم 2015 ما اتبنتش، غير ان هو ما فيش مرافق، وحتى الناس اللي سكنوا دلوقتي الكهرباء بتجيلهم مباحث الكهرباء عشان ما فيش برضو تراخيص وما فيش كهرباء. احنا كلنا اسر كده، اللي مأجر بيدفع 3000 و4000 جنيه في الشهر، واللي كان واللي مات من قبل ما ياخد شقته، واللي كان عايز يتجوز وما عرفش يتجوز، جوازته ما كملتش عشان خاطر شقته، وفي ناس اتطلقت بسبب الشقه دي. معقول احنا 700 بني ادم هنا ما فيش حد عارف ياخد شقته، ولا الدوله ولا حياه المونتنادي؟ ايه المشكله حضرتك دلوقتي؟ المشكله ابني واخدله شقه من 3 سنين لما كان الجبل لسه، ولحد دلوقتي كان معاد استلامه من سنتين، لحد دلوقتي شقه عمره راح ولا استلم ولا ادوله اي حاجه، وقاعد مستني لحد دلوقتي، فات سنتين بالظبط على معاد الاستلام. انا واخده شقه لابني في نرجس 9601، ومفروض اقساط، ومفروض نستلم من حوالي سنتين وبندفع الاقساط. الحد يعني الاسبوع اللي فات كلموني علينا قسط، انا مش عارفه ادفع القسط ولا ما ادفعوش، لان احنا ما استلمناش حاجه، والشقه ما اتشطبتش والعماره ما اتشطبتش، وتاخرين علينا حوالي سنتين او 3 سنين من 2015 المفروض نستلم. شركه ابراج تمتلك مول مونتانا ورانا، ما تعملش فيه اي حاجه خالص، ما واخدين ارض بتاعه زجيت، زجيت دي دخل هو في المزاد، قاعد يزايد على الناس لغايه ما وصل لمليار جنيه، واخد الارض بس مليار جنيه اللي قدام الرقابه الاداريه، واخد مشروع زاشور اللي موجود في الساحل الشمالي، وما عملش في اي مشروع من المشاريع اي حاجه خالص، وتعثر في الكلام ده كله طبعا عشان ما فيش اي فكر ولا في اي تخطيط ولا في اي اداره استراتيجيه للموضوع. بعد ده كله احنا ذنبنا احنا ومول مونتانا ومشروع زجيت ومشروع زاشور اللي موجود في الساحل الشمالي اللي احنا يتنصب علينا كلها. احنا يا جماعه قدام موضوع يعني موضوع نصب متكامل الاركان، قاعدين مهددين انا واولادي، مفيش كل يوم والتاني مباحث الكهرباء تخبط عليا، وبيعملوا لي محاضر وبيعملوا لي اواضي. ليه؟ عشان الشركه ما بتدفعش، والشركه مش عارفه تدخل لي كهرباء، الشركه نصبت على الناس كلها. النهارده مطلع مباني بدون تراخيص بناء اساسا، كويس الشركه معدنه على كده يعني. فاللي احنا مالناش دعوه، وانت منك للشركه هي اللي تحل مشكلتك معاها. ده المحضر ده بكام فلوس؟ لا هو محضر حضور بس حضرتك، ما كانوا لسه ما حددوش التكلفه. تحضر قدام مين بقى؟ الضبط القضائي في شركه الكهرباء. لافندا ده برضو مشروع من المشاريع، ابراج مشروع ابراج مصر. طب ايه مشكله لافندا؟ طيب والله احنا تعاقدنا معاهم من 2012 ده كويس، فناس استلمت شقق وناس ما استلمتش. الوقت ما عندناش كهرباء خالص، كل اسبوع تجي لنا مباحث الكهرباء تنط علينا، احنا المفروض الشركه هي اللي تسدد الكهرباء. بيقول لنا احنا ما معناش فلوس، سددوا انتوا. قلت لهم نسدد احنا ازاي؟ ده في عقود بيننا وبينكم. المهم كل ما نكلم الشركه كل واحد فيكم يتهرب. اخر حاجه كنا نتمنى ان احنا نقف وقفه زي دي، اخر حاجه كنا نتمناها ان احنا نقف وقفه زي دي. قالوا طب ده ما فيش فلوس، خلاص ايه مشكلتكم يا جماعه؟ السيراميك، رحت جبت السيراميك عشان اخلص ويوضبوا لي الشقه واسكن فيها، لان انا فرحي في شام تانية الجاي. احنا النهارده كام؟ احنا النهارده 11 ابريل 11/4، يعني فرحي كمان 4 شهور ومش عارف اعمل ايه. لا كهرباء ولا مرافق ولا اي حاجه داخله خالص، وكل ما نروح نكلمهم يومين وهنشتغل الاسبوع الجاي، طب ادونا فرصه مش عارفه لشهر كام، لشهر 6، يعدي شهر 6، طب شهر 12، يجي 6 اللي بعده، لغايه ما بقى لنا 3 سنين وما فيش جديد. احنا كده مشتتين كده، مش عارفين مأجرين في الخارج وندفع ايجارات. حضرتك يعني كنت المفروض تستلم من قد ايه؟ من 2015. تمام. وانا متعاقد من 2013. تمام. والى الان ما حدش يعني سائل فينا، وطبعا كل ما نكلم ونعمل اجتماعات وعود وعد 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 وما فيش حاجه بتتنفذ. لو سمحت عايزين نشوف ايه اللي حدث في الدوله واتطور للاحسن بالنسبه لقانون العقارات. وبالنسبه انا دلوقتي شايفه في قوانين كتير بتتغير في البلد، في قوانين استثمار لصالح المستثمرين، وفي قوانين احوال شخصيه بتتغير، فين قوانين الخاصه بالعقارات عشان تحمي ملايين الاشخاص اللي هم بيقعوا تحت طائله الشركات اللي بالمنظر دوت؟ والله الحل اللي احنا بنقترحه حاجه من اتنين، ان الكومباوند يكمل
الشركه تكمل الكومباوند بتاعها وتشوف مشاكلها بعد كده في التراخيص، دي حاجه بقى ترجع لهم هم. او الحل الثاني ان هم هيقولوا لنا خلاص كده احنا الشركه احنا نصبنا عليكم بمعنى الكلمه، ويهربوا بقى ولا يشوف وضعهم ايه والقضاء ياخد معاه مجراه. لكن احنا دلوقتي بقى لنا 3 سنين تقريبا لا عارفين ناخد حقوقنا ولا عارفين ناخد شهادنا ولا في اي حل بقى. يعني احنا وصلنا ليه؟ هنكمل 3 سنين بالشكل ده ولا حتى بيدفعوا غرامات تاخير موجوده في العقد ولا اي حاجه؟ ده وضع احنا بنقول فيه المفروض بعد اللي حصل معانا ده تجربتنا دي نقول ما تشتريش حاجه فعلا الا لما تلاقيها موجوده قدامك على الواقع.